فيديو جديد على قناتكم شوشو شانيل. كيفتم شوشوات؟ نتمنى انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو ديالي ان شاء الله تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله انا معكم من مدينه الصويره، وبالضبط انا دابا حاليا في سقاله، ها هي خليتها مورايا. غنعمل لكم فيديو ديتاي على هذه المدينه هذه، على شنو فيها، على المرسى ديالها، على اي حاجه ديالها. دونك خليكم على فيديو باش تشوفوا لي ديتاي كاملين ان شاء الله ديال هذه المدينه المزيونه بزاف بزاف بزاف. هذه الطريق ديال مراكش، اول ما كتوصلوا للصويره، قبل ما توصلوا كاع للصويره كاينه هذه البلاصه هذه. شفتوا المنظر؟ قلت لكم كاين هذا المطاع هذه نورمالمون كيكونوا فيها الجبال، كتشيو هنايا كتصوروا وديك الشيء، ولكن دابا ما كاينش فيها الجمال. فين كيوقفوا الطوموبيلات وكاين مقطع الجمال، كتشوف الصويره من الفوق كامله. شفتوا راه البحر لهي، وراه هي الصويره كامله. شفتوا ملي دار من هنايا قبل، هذه في الدخله ديال الصويره هي الاولانيه كتلقاوها. يلا خليكم على فيديو باش تشوفوا معايا عاود الصويره من الداخل ان شاء الله. البحر ديال الصويره خاويه الدنيا. دابا تسعود الصباح، دابا شفتوا الدنيا خاويه. احنا دخلنا للمرسى قبيله، وقفت الكاميرا حيت راكم عارفين كيكون كنترول في الباب ديال المرسى. حنا دابا عاد دخلنا، راه البحر لين، وهادي المرسى اولا البور. هانتوما شوفوا هنا هاد المرسى فيها منظرات مزيانين بزاف. شوفوا لي مويت، ها لي مويت اللي كنت كنقول لكم ديك المره، ما عرفوش غتسمعوني بعدا ولا لا، حيت هنا كيكون الريح. الصويره راه معروفه بالريح، كاين الكليبات كاين القطيوطات. هانتوما غتشوفوا معايا كلشي ان شاء الله في لا فيديو. كاين الكلاب بزاف، وكاين القطوط بزاف، غتجبروا القطوط موجودين. المدينه ديال الصويره عندها جوماليا، اولا بحال اللي تقولوا هي التوام ديال واحد المدينه اخرى في فرنسا اسمها سان مالو. علاش؟ حيت فيها هاد لي توغ هيدا كيشبهوا ديال سان مالو. غنوريكم هاد الجهه هادي بعدا. شوفوا هاد الموات هادي، شوفوا المنظر من هنايا، باركوس واقفين. نور ما تقربش بزاف، ها انتما شفتوا كبيرة عندهم المرسى، وعندهم حتى ديك البطوات الكبارين. شوف نجي نكملو من هنا، ما تقربش بزاف للحافة نور، يلا زيد. من هنا من هذا القوس هذا الى دخلتو كملتو نيشان، غنصفيو غنخرجو في الساحة ديال مولاي الحسن. اسمي الا ما خفت نكذب، الساحة مولاي الحسن، انا ما عقلتش مزيان ولكن يمكن سميتها الساحة مولاي الحسن. شفتوا هنا ما عندهمش غير البور وصافي، عندهم حتى المطاع فين كيصلحوا، هاد الباركوات هادو. دابا هادو اللي في المراه مزيانين، واللي طالعين الفوق بحال هيدا وديك الشيء كيكونوا كيصلحوهم. قبيله كان واحد صبر طاغي بحراش وكيحك الباركو، فهمتوا كيفاش. نوريكم هنا عاود المنظر من هنايا مزيون بزاف. Thank you.
هو الباب اللي قلت لكم الا مشينا مع هشام غنخرجوا فيه. اوه هي الريح مطلوب هي الريح هي الشباب. جاني برد هنايا. ايوه الريح كيطير هنايا. شوفوا اللي موات شحال مزيونين في السماء ما شاء الله. شوفوا البرقوس كيفاش كيكونوا نوريهم لكم عن قرب. فوالا شفتوا مراش كبارين تبارك الله. شوف كتشوفوا شحال من واحد. شوفوا هذا مقلوب هذا عاد مصبوغ. هانتوما قلت لكم اللي كيكونوا طالعين هنايا دائما كيكونوا في الاصلاح واللي كيكونوا في وسط الماء راه كيكونوا راه زعما كيكونوا كيتستعملوا. شوفوا هذا النص هذا عاد عاودوا سيراوه وصبغوه ها كيفاش كان بقى الشهر هيدا وعاودوا عدلوا له النص الفوقاني. هذا المطع اللي كتجي داخله في الماء لاحظتوا. شوفوا من هنا عاود المنظر شكل اخر. الحيوانات امتياز. شوفوا القطيطات شوفوا القطيوات شوف الزين تحديش يا نور خليهم في خاطرهم. هذه كتشبه لوسي شوف المزيون هذا فحال زعر المريض الحومه ديالي. هذه عاود اختها لوسي شوف تبارك الله شحال الحوت هنا يعطيهم هنا موجودين. شحال هذا كانوا هنايا كاملين كانوا كيكونوا دي غيستورون ديال الحوت هذا المطع هادي. ولكن دابا شدوها ما عرفتش علاش ولكن حنا غنعملو بيو وغنطلعو هيدا من هنايا. يلا اجي نور زيد شفتو من كيطلعو الناس حيت شدوها. هادي ما كانتش كنتي كتمشي نيشان كتكمل. احنا طلعنا فوق هاد الميطا حق مزيان طلعنا فوق هادي باش نقدروا اننا نشوفوا المنظر من الفوق. شوف الصحة خاوية قربا نور هاد الجهة ما تمشيش الليل بزاف. شوفوا حنا هنا في كيفاش عملوا. واو هادو لي موات الماء الواد بحال الماء الواد خارج الواد خارج وكيصفي في البحر. يلا زيد دغيا هاد الصحة كانوا كيعملوا فيها اش كيتسمى كونسير لاسين ديال الفستيفال ديال القناوة. انا بشوف الكلمات والريح فمي كيترعد. المهم هادي هي الصويرة هادي المدينة القديمة من هاد الصحة مولاي الحسن كندخلو المدينة القديمة. صراحة هنا هاد المطعم هادي كاملة كانوا فيها لي غيستورون الحوت دابا مبقاوشي والبحر ها هو مارسا ها هي البحر الساحة المدينة القديمة. واللي يهم إلى دوزنا مع الصور هيدا اللي كيبان لكم قبلتنا. نور ما تقربش مصيبة راك حنا كتخلعني قرب لهاد الجهة. قلت لكم وإلى دخلنا كملنا مع الصور تما كاينة الصقالة وديك ديك المدافع وديك الشي حنا غندخلو دابا عرفت شوات. هذه هي ساحة مولاي الحسن. واش مولاي الحسن ولا الحسن الثاني والله ما عقلت تنتاكد. واذا كانت مولاي الحسن راه ما غنكتب لكم والو. الا كانت الحسن الثاني غنكتب لكم في المونتاج. دابا غندخلوا على المدينه القديمه. نورمالمون هادشي هذا كامل كان كيكون عامر. هادو كتجبرهم خارجين حتى لهنا هاد لي ريستورون خارجين كيامنوا الماكله. لي ريستورون الحوت اللي قلت لكم راهم تحت مع ديك الشجر خاويين مشدودين كلشي كيصفر. واليوم السبت زعما هادي 9 الصباح ولكن ما نعرفوش حيت باقي ما فاقوشي ولا حيت حاليا مع كورونا وديك الشيء الدنيا باقا ناعسة الله اعلم ما عرفتش. فوالا هنا يفكرني شويه شحال جهه الشاون ندخلوا هاد الجهه. يلا
شوفوا هنا دابا هذا السور منه للبحر، وهنايا لداخل كلشي باقي مشدود. شوف هو تقول لكم صويره مدينه ديال القطط بامتياز، خصوصا القطط حيت راكم عارفين الحوت وداكشي. شوفوا هاد الدويره هنايا، الله يجازيهم بالخير. شوفوا شنو جبرناهم عاملين، ملصقين هاد الزليجه فيها قطيطه وبنتها، وعاملين هنايا مدورينها غير بديك الياجور الاحمر. ها نتوما عاملين بيدونه، نص بيدونه عاملين فيها الماء القطوط. شوفوا الله يجازيكم بخير، وعاملين هنايا هاد الزليجه مزيونه زعما ديال محبي القطط ولا كات لوفر. شفتوا غنتلاقاو قطوط اخرين، راه ماما واخو اختي مع القطوط عاود. كتشبع الكحيليشه ياك، كتشبع الميلكا. تلقى واحد القطيطه فحال ميلكا، شو هي كتقول لك حك لي. ها يلاه الزينه معنا، شاولك شي فرماجه جبنا شي بومون كان يلاه بسلامه. شو صحيحه تبارك الله، شفتي تبارك الله مزيونه. اه الزين يا الزين، يلاه زيد نور باقي غتلاقى في الصويره حكامله الزين. باي باي. ها اخرين، ها اخرى، ها واحد كحيحه الكامل. ماشي الشتا كطيح الموج من هاد الجهه اختي، قالت لي بحال الشتا كطيح هو الموج من مور هاد الحجر. غير القطط في الالوان ياك اما. شو قلت هادي كامل ناضت انقازت هي. طري النوبه ديالي، طري النوبه ديالي. وات كتسالي ماما وكدوز لها نور زيد سلامة. هنا موجودين القطط بزاف. هاد جاكس ابارتمنت اند سويتس، جبرتهم عاملين لها الاشهار بزاف في الانترنت وفي انستغرام وديكشي. عندو زعما هاد نفس لا سوسيتي ولا نفس لونتربريز، عندو بزاف ديال الديور كيكريهم في الصويره، ديور دي ابارتمون وديكشي. انا غنكملو. شفتو في الرباط هادو في عيوط هاد الوردات كيعملو ديكوكياج شحال هذا. قال لي كل مدينه كتكون زعما متميزه بشي حاجه اللي كتميزها. في الرباط كاينين ديكوكياج، ماشي فحال هيدا دايرين غير فحال النص فحال كوكياجه، وهنا دايرين. شوفوا هاد الزنيقات كيفاش عاملين، شوفوا هاد الزنيقه شحال في النق. شوفوا شوفوا كامله هيدا مزيونه. من هنا نيشان ما غنخرج للسقالة، راه هي اللي هنا. شوفوا انا ماني نقدر شحال فن. شفتوا مدينه نقيقيه، واخا لاحظوا. شوفوا لاحظوا هنايا الدار اونتروتوني كيعاودوا يصبغوا، واخا لاحظوا البحر شنو كيعمل. دابا راه هنا منو من البحر، هاد السور مورا البحر مباشره، وهيداك وكيحاولوا ما امكن يخليو داكشي نقيقي، كيعاودو يبيطو الديور يصبغوهم وداكشي. قطيطة أخرى ها صحاحين تبارك الله، أكثر من اللي مربيين في الدار. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف ما تبارك الله قداش تبارك الله وصلى على النبي. شكتاكل شكتاكل، عطينا الوصفة باش نعملوها الميشوميلو. عطينا عطينا فتحنا نغلضو ميشوميلو. ها هذا شويرف، شو شو فمو يعطيك الخبر. مسكين تبارك الله صلى على النبي. وثاني حاجه معروفه بها الصويره أباغ الحوت والمارسا والمويت والقطيطات، طبعا معروفين بالخشب ديال العرعار. شوفوا ما شاء الله ما
معروفين بهاد البلاطويات هادو ولا هاد الخدمه كامله، الصناعه التقليديه كامله بالخشب ديال العرعر. وصافكه كانت الريحه دائما كنقولها لكم، صافكه كانت الريحه كتدوز في لا فيديو، كنتو غتشموا الريحه ديال هاد الخشب كيفاش عامله مزيونه. هنايا هادوك حتى هما كيكونوا مفتوحين عام فاتحين ومخرجين وديكشي، غير دابا باقي ما فاتحين شي. حنا جينا على الصباح، ما كيفاش جينا، جينا تقول كنا كنحلموا بالصويره. ماما قالت لك جينا على بكري تقول كنا بايتين كنحلموا بالصويره. صراحه جينا بكري، الواحد كيجي بكري كيستافد من النهار وكل شيء. ثلاثه السوايع الطريق من مراكش لهنايا، ثلاثه السوايع الطريق. ها واحد القطوط عاود ليه الناسين في الشمس تنقربوا، ماشي كتجري عندهم نور، كتجري حسيت بيك شورجلك، ما كرهتيش تجري غير حبساهم. كتحمق على القطوط. عندها خمسة دابا، عندها ثلاثة في الدار وجوج ديالي وثلاثة ستيتوين ما شاء الله، باقي ندي بيبي وهيداك وفي ما تشوف شي قط كتمشي عنده. ها شو هادو مشين مشين. ها السقالة، دابا هادي هي الدخلة ديال السقالة.